حسام طول عمره عنيد من هو صغير، عنيد وقوي الحمد لله رب العالمين، يعني عنيد كل اشي بده اياه لازم يصير، وبتحسه هيك بصوته قوي، بنبرته قوي، بحركاته قوية. يعني هو عاش عادي زيه زي اي شاب عادي، يعني كان حابب يكمل حياته، كان حابب يتجوز، كان شوفير باقر، كان حابب يكون معلم فيها، حاب يعيش حياته زي ما بقول بالطول وبالعرض. بس خلص سبحان الله لما بلش يروح اصحابه هيك كانوا هن يعني تقريبا كان شوي مقرب منهم، من اللي هن الدخيل الشيشاني والمبسطة كان شوي مقرب منهم لما راحوا، يعني بس حس هيك حال انه بلش يبقى حدا من الدنيا، صار يفكر في هاي الشغلة بس مش كتير، اكتر لما استشهد ابراهيم النابلسي بعديها خلص يعني ترك الدنيا، يعني كانت اخر شهر له بيشتغل فيه، قال لي خلص بعدين اما انا بديش اشتغل، صار ما في الا يروح على قبور الشهداء يتصور معاهم. اخر موقف كانت تلفون اخر اشي، قبليها بكم من يوم كان كنت شايفته، يعني يمكن قبل ما يحكي معي التلفون يمكن، او اخر شوف اللي كانت قبل ما انه يستشهد باسبوع كنت شايفته عند الخان، مشينا انا وياه شكيت ايدي بايده ومشينا انا وياه، بعديها بجوز بكم من 3 ايام كان حكى معي بالليل، قلت له حسام يعني انا هاي لما كنت انا شاكه ايدي بايدك وماشيه في الخان كنت حاسه حالي زي الملكه، كنت حاسه حالي زي الملكه وبدي هذا الموقف ارد اعيده من شان يا امي. مش بعديها بيومين ما صارش مجال، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، زفيتها وحملتها وزغرت له كمان الحمد لله رب العالمين، ودعتها لانه هو كان موصيني هيك، كان دوش يعني قال لي ضل يقول لي امي بديش اياكي تزعلي علي ولا شوي، بدي اياكي تفرحي فيي، وبدي اياكي تزفيني احلى زفه، وبدي اياكي تزغرتي لي، وبدي تكوني قويه زي ما كانت ام ابراهيم، كانت كيف قويه بدي انت تكوني زيها. اقول له يا امي انا من وين بدي اجيب هاي القوه؟ والله ما بقدر اجيب زي قوه ام ابراهيم. قول لي لا بدك تكوني زيها، لاني انا ان شاء الله مش رايح الا شهيد، فبدي اياكي تفرحي فيي، وبدي تزفيني احلى زفه، وقد ما تقدري تزغرتي لي زغرتي لي، وبدي تعملي لي احلى عرس في الجنازه تبعتي. الحمد لله ضليتني معاه لآخر ما نزلوا الحمد لله رب العالمين بالقبر الحمد لله، والله هو إنه نزلوا فيه وجهه يضحك، صار وجهه يضحك أبيض أبيض، وجهه كان غير شكل.